بغيتو تعرفوا شنو قال ظهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. مهنيا ابتداء من اليوم غادي تكون عندك علاقة ناشئة أو فكرة واضحة عن علاقة جديدة كتبلور. أما عاطفيا العلاقة بعض النساء مهمة جدا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن وتقدر تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر غادي تعلنوا لاحقا. أما صحيا احزم والشريك والأصدقاء حقائبهم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام. انتقلوا عند برج الثور اللي مهنيا غادي يحدث لك هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق غادي ترسموا لنفسك. كتركز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل. عاطفيا شيء ما يخرج عن الروتين وغادي تطرا أحداث استثنائية، حاول تصغير الشريك وما تستشروش. أما صحيا تقدر تتلقى عرض أو تحضر للسفر أو تسافر فجأة في هذه الأثناء باش ترتاح من مشاكلك العملية. برج الحمل مهنيا كيشير لك هذا اليوم الفرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية. عليك التخلي عن انتماء أو معتقد أو موقع الاستفادة من هذه الفرص. عاطفيا حاذر إثارة غيرة الشريك وكن دقيق في حواراتك معه، فإن أعصابه متوترة بعد الشيء بسبب مشكلة في عائلته. صحيا التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط اللي كتواجهه نتيجة الإرهاق في العمل. غادي ننتقلوا عند برج الأسد المهني كيشهد لك هذا اليوم بتحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، غادي يكون بمثابة تحذير لك من المشاكل اللي تقدر تزعجك. عاطفيا يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، غادي تسعى مع الشريك الخروج من محيطكم وعاداتكم المتأصلة للتعرف على عالم واسع. أما صحيا منح نفسك المزيد من الراحة باش تستعيد عافيتك وصفائك الذهني. دابا غادي ننتقلوا عند برج السرطان المهني اللي كيرمز لك هذا اليوم فرص جديده في حياتك العمليه وكيدعوك الى الايجابيه في التصرف وغادي يكون مناسب لك والمشاريع. عاطفيا كتميل للوحده والانكماش وربما الى مراجعه الذات بشان علاقه رومانسيه بديتيها منذ مده قصيره غادي تحاول المحافظه عليها. اما صحيا عليك ان تكون صاحب وعي كبير لان الكثير من المسؤوليات الملقاه عليك كتطلب منك المزيد من الجهد. ننتقلوا الان عند برج الميزان المهني، في هذا اليوم فرص مهنيه ومادية كثيرة متاحة أمامك ودراما غادي تطول بعض الأصدقاء أو إرث غادي تقدر تحصل عليه. أما عاطفيا كيتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة غادي تنتهي بارتباط جدي هاد المرة. أما صحيا ما تخرجش من البيت بلا فطور، فهو مضر للمعدة وغادي يسبب مشاكل على المدى المنظور. أما أنتم يا برج العذراء فمهنيا فرص كثيرة وارتباط وسفر وعلاقة مهمة بعد المراجع الأجنبية أو الغربية اللي غادي تشهدها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيا. عاطفيا نسبة توافق عالية مع الشريك، تقدر تزول الأجواء المشحونة والمتنافرة بيناتكم. صحيا مفاجآت الوضع الصحي كثيرة وبعضها غادي يقدر يكون خطر جدا بسبب الإهمال. أما أنت يا برج الجدي فمهني الوعود كثيرة وغنية وفرص جيدة، المشروع خلاق وإبداعي وإمكانات كبيرة غادي تحصل عليها. عاطفيا غادي يخف اليوم قليلا الوهج العاطفي اللي غادي تعرفوه وخصك تسارع المعرفة السبب. صحيا تمنى لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية. أما برج القوس فمهنيا كيتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقعة والاتفاقات المثمرة بعد ما توصلتي إلى فرض شروطك. عاطفيا كيحمل لك هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي. أما صحيا ما تسرعش في الحكم على البرنامج الغذائي اللي كتبعه، النتائج الإيجابية غادي تظهر قريبا إن شاء الله. أما أنت يا برج العقرب فمهنيا كيحذرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل تقدر توقع على عقد آخر وتبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة. أما عاطفيا فهذا اليوم غادي تكون أكثر تأقفا وتمللا في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة غادي تزعجك. صحيا ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين غادي تسلي وغادي تعيدك إلى أيام راحة البال. برج الحوت مهنيا كيحمل لك هذا اليوم فرص مادية ومهنية جديدة غادي تفتح أمامك الأبواب وغتركز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية. أما عاطفيا تحرك وتاخذ قرار بتحسين وضعك العاطفي إلا كنت واحد تفرح بازدهار العلاقة وما غاديش تعاني الوحدة بعد اليوم. أما صحيا كن حذر وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، تقدر تقلق بسبب ما يخص أحد المقربين.
الان غادي نختموا مع برج الدلو اللي مهنيه كتضطر للقيام بعمليه تصحيح او اصلاح وتغيير وبيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء. عاطفيا كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال امام الاخرين ليدخلوا على خط الانسجام بيناتكم. صحيا الانتباه الى نوعيه الطعام غادي يخفف الكثير من المشكلات الصحيه والمزعجه. الى هنا كتنتهي ابراجنا لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا. خليتكم على خير.